السلام عليكم، حياكم الله في حلقة جديدة من توب 10. اليوم راح نتكلم عن 10 زعماء يعطونك مراحل قتال مختلفة وبدون فترة راحة بينهم، يعني بتقعد تجلد تحولاتهم أو مراحلهم واحدة وراء الثانية. في المركز العاشر هو النيمليس كينج من دارك سولز 3. هذا الزعيم ممكن يكون واحد من أكثر الزعماء الأيقونيين في تاريخ السلسلة، وأول ما تواجهه اسمه بيكون كينج اوف ستورمز، وتشوفه جاي لوجهك وهو راكب فوق تنين حتى يشقه شق، ولما تعدي منه وتموت كم مرة وتصير خلاص عرفت الوزنيته ونقصت كل طاقته وتحس انك خلاص بتفوز، تشوف هالزعيم ينزل من التنين ويمسك السيف ويطعن تنينه، ثم تجيك قوة كهرباء غريبة ومن هنا بتقعد تباريه لوحده بدون التنين. هالزعيم مو بصعب، لكن حركاته البطيئة في البداية بتلحسك وتخليك تتحمس وتقرب له، لكن هذا هو الفخ حقه، فلازم تعرف الوزنية قتاله بشكل كويس حتى تقدر تقتله، او بس نادي اخوياك معك وقعد تشتتوا انتباهه وتضربونه كل شوي حتى تفوزون. في المركز التاسع هو إيشن من سكيرو شادوز داي توايس. البعض ممكن يقول هذا القتال فيه 4 مراحل، لكن خلينا نكون صريحين، المرحلة الأولى ما تحسب لأن جينيتشيرو باريته كم مرة من قبل وهنا كان مرة سهل. فخلونا نتكلم عن القلق إيشن اللي راح تباريه على 3 مراحل مختلفة. الأولى سهلة وبيجيك بس بسيف وحركته مو بذاك السريعة وتقدر تتوقعها بشكل سريع. المرحلة الثانية بيقوم إيشن يطلع لك رمح أطول منه ومنك، وبيقوم يمكس بالضربات بين السيف والرمح، وهنا أنت تبدأ تضيع ويصير مرة صعب أنك تقرأ حركاته، وبتقعد توسوس هل هذه بتكون ضربة سيف ولا ضربة رمح، وهل أقرب للرجال ولا بيخبزني لما أقرب. ولما تتعود عليه وتبدأ تهسمه وتبدأ المرحلة الثالثة اللي حركته فيه تبدأ تصير أسرع ويتفلت ويسوي حركات كثير جديدة مثل الكهرباء اللي يضربها فيك اللي ممكن ترجعها عليه وتسوي لها باري إذا عرفت وزنيتها، ولما تعكسها عليه راح تحس انك أفن واحد في اللعبة والقتال هذا مرة مرضي، ولما تفوز برضو راح تحس انك أقوى واحد. في المركز الثامن سيفيروث من فاينل فانتسي 7 ريميك، واحدة من أجدد الألعاب في هذه القائمة، وفي هذه اللعبة الزعيم الأخير راح تباريه في 4 مراحل مختلفة. في البداية راح تحاول من تنقيص دم الوحش عملاق، وحتى تنقصه لازم تقاتل 3 وحوش صغار جزء منه، فمبدئيا راح تكون لوحدك ومع الوقت حبة حبة بينضمون معك باقي أعضاء فرقتك. طريقة القتال لما يجون أخوياك ما راح تتغير كثير، وبتقعد على هذا الحال حتى ينقص دم الزعيم الكبير بشكل كامل. بعدها راح تدخل مكان وتباري سيفيروث أخيرا في المرحلة الثالثة، وبتقعد بس بكلاود تتضارب انت وياه طول هالفترة، وفي المرحلة الأخيرة هو بيبدأ يتفلت لكن فزعتك وصلت المرة هذه، وبتقعد تضرب فيه إلى ما تخلص طاقته، وبيبدأ مشهد سينمائي يلحس مخك. القتال كان مرة ملحمي ويخلط طابع سينمائي جميل خلاه ممتع وما ينسى. في المركز السابع ليكويد سنيك من ميتل جير سوليد 4 غانز اوف ذا باتريوت. هذا القتال برضو في 4 مراحل مختلفة، وكل واحد من هذه المراحل بتسترجع فيها ذكرياتك من سلسلة مثل جير، بحيث عداد الدم بيشبه عداد الدم من الأجزاء القديمة، وبنفس الوقت يصاحبها موسيقى من ذاك الجزء، وبعد ما تخلص الدم للمرة الأولى بيطلع لك عداد دم جديد لكن حق الجزء الثاني مع موسيقى الجزء الثاني، وبتمشي على هذا النظام حتى الجزء الرابع، وبتشوف فيها كل من سنيك وليكويد يتعبون أكثر وأكثر، ويبان عليهم بأن الكبر في السن هد حيلهم ولا يقدرون يتضاربون زي ما كانوا شباب أول. في المركز السادس نايتمير من لينكس أويكنينج. هذا الزعيم في هذه اللعبة الغريبة من سلسلة زلدة ما فيها أي شيء مميز، بحيث بعد ما تعيش هذا العالم الغريب وتشوف كل التصاميم والأفكار اللي فيها، هالزعيم الأخير مرة محبط، وراح يجيك ب6 مراحل، وفي كل مرحلة بيجيك على شكل زعيم باريته من قبل لكن بيكون أقوى وأسرع، وفي أحد هال6 مراحل راح يصير يشبه لك ويقلد حركاتك بشكل مرة كبير. بصراحة بعد الرحلة الجميلة في اللعبة الواحد بيتوقع شيء غريب ومختلف مثل طابع اللعبة الرهيب، لكن للأسف فريق التطوير تبيخل وأخذوا أقرب مخرج وعطونا شيء مرة رخيص. في المركز الخامس كلامتي جانن من The Legend of Zelda Breath of the Wild. هذا الزعيم لو جيته بدون ما تمر على الديفاين بيست فراح يكون له 7 مراحل مختلفة. أول 4 مراحل هم نفسهم الزعماء اللي أنت كان مفروض تباريهم داخل كل ديفاين بيست، لكن هنا راح تباريهم ورا بعض بدون توقف، وبعد ما تخلص منهم راح تباري جانن على شكل عنكبوت، وهذا بينقسم إلى قسمين. الأول بيكون بطيء وعليه حركات متنوعة تحتاج تتعود عليها، وبمجرد ما تتعود عليها وتهزأ تبدأ المرحلة السادسة اللي تشوف فيها الدنيا قلبت حرايق من حولك، وهو نفسه صار يلمع بنور برتقالي، حركته صارت أسرع وصار يضرب لك ليزر لازم تقعد ترجع له وتسوي له بري، وإذا ذبحته هنا فهنا راح تبدأ المرحلة الأخيرة والسابعة اللي راح تكون فيها
في عالم اللعبة الضخم وفيها جانون يتحول لخنزير كبير، وهنا أنت وزلدة بتركبون على حصان وتقعدون تضربون مناطق معينة في جسمه بالأسهم حتى يموت. في المركز الرابع ديوس من زينو جيرز. هاللعبة تعرف بواحد من أعمق ألعاب الـ RPG ومحبوبة من الكثير، وكل من لعبها ما نسى القتال الأخير حقها اللي فيه 8 مراحل مختلفة. الأربعة الأولى هي عبارة عن قتال وحوش معينة لازم تقتلهم حتى تقدر تخفف من طاقة الزعيم الأخير الفعلي وبعض ضرباته. فلما تخلص من الأربعة ذولي راح يجيك ديوس اللي هو له برضو 4 مراحل مختلفة، وكل واحدة منهم مرة شاطحة. في بعضها بتشوف ديوس يدمج نفسه بكوكب ولا يدخل جسمه تحت البحر وبتشوفه يكبر 9999 سنة. فإذا تبي تعيش تجربة الخمك تابعوا فيديوهات لهذه اللعبة ولا لعبوها حتى تعيشون هذه التجربة الرهيبة. في المركز الثالث نيكس أفاتار من بيرسونا 3. هذا هو الوحش الأخير في اللعبة وله 14 مرحلة مختلفة في القتال، وهو واحد من أغث الزعماء اللي راح تواجههم وراح يأخذ منك أكثر من ساعة. وفي كل مرحلة بيكون عنده ضربات جديدة وخاصة، وبعض الحركات اللي عنده تنرفز مثل الحركة اللي راح تخلي كل ضرباتك العادية والخاصة تنرد في وجهك. وغير هذا كله لما يجي دوره راح يقدر يضربك مرتين بينما شخصياتك أنت تضرب مرة واحدة في كل جولة. وفي آخر مرحلة له لازم تحاول أنك تضربه وتذبحه بأسرع شكل ممكن، لأنه عنده حركة تخليه يعالج نفسه بشكل كامل، وكذا أنت راح تضطر تعيد كل الـ 14 مرحلة من الصفر. في المركز الثاني The Devil من Cuphead. اللعبة هذه لها إنجازين، الأول أنك توصل لآخر مرحلة في اللعبة، والإنجاز الثاني هو أنك تخلص القتال الأخير فيها، لأنه إذا كان حظك حلو هذا القتال الأخير بيأخذ منك 15 مرحلة، وإذا كان حظك خايس ممكن يأخذ منك أكثر. لكن خلينا نقول ان حظك حلو وهي 15 مرحلة. اول شيء راح تضارب 9 زعماء مختلفين، كل واحد منهم له قدراته واسلوبه، واذا خلصت منهم راح تضارب كينج دايس اللي اذا كان حظك حلو فهذا القتال بيكون له مرحلتين وهذا يعتمد عليك، واذا خلصته بتوصل للوحش الاخير اللي له 4 مراحل مختلفة وكل واحدة منهم راح تطلع الشيب في رأسك. عشان كذا اللعبة كاملة لوحدها انجاز والمرحلة الاخيرة انجاز لوحدها. في المركز الأول Pandemonium Warden من Final Fantasy 11. هذا القتال بيبث الخوف لأي شخص لعب Final Fantasy 11، لأنه عنده حوالي 20 مرحلة أو فورم مختلف، وأول مجموعة حاولوا يهزمونه كانت تتكون من 36 شخص وجلسوا 18 ساعة، مع ذلك ما قدروا يهزمونه، ويقال أن اللاعبين اللي حاربوه بعضهم أغمى عليهم وهم يحاربونه ولا بعضهم استفرغوا من الإرهاق، بس بعد كل هذا الكفاح قدرت مجموعة تهزمه. لكن بعد ايش؟ مدري احس ما تسوى انك تقعد 18 ساعة عشان تقتل زعيم واحد. وش رأيكم بهذول الزعماء؟ ومين كانوا اصعب الزعماء بالنسبة لكم؟ كان معكم نواف نغموش، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.